أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. بين لا حرب ولا سلم يتأرجح واقع الحال في اليمن نتيجة تعثر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية في تحقيق اختراق في جدار الأزمة. وجراء تعثر مسارات الحل فإن مستقبل السلام يلفه الغموض وتعدد الاحتمالات إزاء صيغ الحل المحتملة وغيرها من التسويات في ظل هيمنة الميليشيات وضعف مؤسسات الدولة. في هذا الإطار حذرت تقارير أمريكية من اقتصار مفاوضات إنهاء الحرب على الكيانات المسلحة التي اكتسبت الشرعية من خلال المعركة. نتوقف عند هذه المعطيات والتحليلات لنناقشها في محورين: إلى متى سيستمر حالة اللا حرب واللا سلم في اليمن، وما صيغ الحل المحتملة، وما مستقبل السلام في ظل هيمنة الميليشيات وضعف مؤسسات الدولة. لا سلام دون تسوية سياسية تشمل جميع الأطراف المتحاربة في اليمن. تحذير جديد لمجلة فورين أفيرز الأمريكية من اقتصار مفاوضات السلام لإنهاء الحرب على الكيانات المسلحة التي استطاعت كسب شرعيتها من مسرح العمليات القتالية على الأرض. المجلة الأمريكية قالت إنه إذا كان لعملية السلام أن تنجح، فإن التسوية السياسية تجب أن تكون بين جميع الأطراف المتحاربة وليس فقط جيران اليمن، في إشارة إلى المفاوضات غير المعلنة النتائج بين السعودية والحوثيين والتي تجري بوساطة عمانية. وعلى الرغم من فشل المجتمع الدولي مسبقاً في الضغط على ميليشيا الحوثي وإلزامها بالإيفاء بتعهداتها من بنود الاتفاقات السابقة، تقول المجلة الأمريكية إن أمام الأمم المتحدة فرصة للاستفادة من زخم المحادثات بين الرياض وصنعاء من خلال المشاركة معها وإشراك جميع الأطراف المحلية الفاعلة فيها تمهيداً للتوصل إلى حالة من السلام الدائم. وإلى جانب ما باتت عليه ميليشيا الحوثي كطرف رئيسي في المفاوضات، أفرزت تباينات المصالح بين الرياض وأبوظبي أطرافاً محلية أخرى في صف الشرعية تسببت في حدوث صدمات وانشقاقات في الهرم القيادي للسلطة، أثرت على قدراته وإمكانياته من التعامل كطرف موحد أمام الحوثيين. يفرض الحوثيون المدعومون من إيران سيطرتهم العسكرية على غالبية المحافظات الشمالية، في المقابل تسيطر قوات المجلس الانتقالي والقوات المشتركة المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي على عدد من المحافظات الجنوبية وأجزاء من الساحل الغربي، بينما القوات الحكومية على عدد من المحافظات الشرقية إضافة إلى أجزاء من مأرب وتعز. وضع معقد، وهو ما تؤكده المجلة الأمريكية التي تقول أن الصراع في اليمن هو أكثر من مجرد حرب بالوكالة، ولا يمكن التغاضي عن المظالم المحلية في أي عملية سلام لإنهاء الحرب. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية بجامعة تعز دكتور عبد الوهاب العوج. مرحبا بك معنا دكتور عبد الوهاب. اهلا وسهلا فيك استاذ سالم. نعم دكتور، اذا ما تحدثنا عن مستقبل السلام في ظل هيمنه الكيانات المسلحه وضعف الشرعيه، خاصه مع اقتصار يعني تقارير امريكيه عن ان المفاوضات القادمه ربما ستكون مقتصره على الكيانات المسلحه في الازمه اليمنيه. طبعا أخي أستاذ سالم، هذا الكلام الذي ذكر في المجلة الأمريكية هو مؤشر خطير على أنه من يمتلك البندقية والسلاح وسيطرة على مساحات من الأرض فإنه سيكون هو له مجال في طاولة المفاوضات، وهذا ضد ما يعرف في كل مناطق الصراع في العالم. يجب أن يشرك كل المجتمع الذي أو البلد الذي يكون في صراع مسلح أو حرب أهلية، يشارك فيه الأطراف السياسية والأطراف المختلفة حتى من المتضررين ومن الناس الذين يمتلكون البندقية أو سيطروا على مساحات من الأرض بواسطة السلاح والغلبة. إذا يعني ذهبنا في هذا الاتجاه بأن المكونات العسكرية المسلحة هي التي ستجلس على طاولة المفاوضات وستتشارك همومها، فلن نخرج إلى طريق، لأنه كما تعلم الميليشيات الحوثية هي ميليشيات تؤمن بالغلبة ولا تؤمن بحق الآخرين ولا تؤمن بالرأي والرأي الآخر أو التعددية السياسية. لم يحدث في أي منطقة من مناطق العالم أن تم التفاوض بين الجهات التي تمتلك البندقية فقط،
ولكن شركت كل فئات المجتمع. لو أخذنا مثلا الحرب التي كانت في البوسنة والهرسك، لو أخذنا مثلا الحرب في 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 دولة مجاورة لنا كأثيوبيا أو أريتريا أو غيرها، أو حتى السودان التي الآن في أزمة حرب نتيجة أنه المتصارعون من يمتلكون البندقية. هذا المنطق الذي ذكرته المجلة هو أعتقد أنا من وجهة نظري أنه جس نبض لما سيكون من رد فعل للقوى السياسية ولمنظمات المجتمع المدني ولكل النخب الموجودة في اليمن، لأن هذا مؤشر خطير يؤشر على أن الغلبة للبندقية ولا مجال للحوار، وبالتالي فالمرجعيات الأساسية التي يعتمد عليها الحل في اليمن من أهمها هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، القرارات الدولية ذات الصلة، وأهم القرار 22/16 أن تحتكر الدولة فقط السلاح وأن يكون لديها الحق الكامل بأن تكون هذا الجيش الذي يتبع الدولة هو الذي يمتلك السلاح والقوة. أما إذا تركنا للميليشيات أو لأي كيان مسلح هو الذي يتحكم بالمشهد فإننا ندخل في عصر من الحروب لا نهاية له. نعم، تفضل بالبقاء معي دكتور عبد الوهاب العوج. ينضم إلينا المحلل والسياسي سيد ياسين التميمي. مرحبا بك معنا سيد ياسين. حياكم الله، تحية لك ولضيفك الكريم. نعم سيد ياسين، إذا ما تحدثنا هنا عن مجلة أمريكية حذرت من اقتصار مفاوضات إنهاء الحرب اليمن على الكيانات المسلحة، هل يمكن اعتبار أن هذا الأمر الآن يعني يلغي ورقة الشرعية في الأزمة اليمنية؟ وفي الحقيقة هذه المجلة دائما تهتم باتجاهات العملية السياسية في اليمن والمحادثات التي تجرى في اليمن بواسطة الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية طبعا، وسبق لها وأن حذرت من صفقة سعودية حوثية تستدمر الصوبة الشرعية وتضعفها، وكانت محقة في الحقيقة، وهذا نعتبره تحذير آخر من مجلة أصلا تصدر عن مركز يهتم بشؤون الدولية ويتابع بدقة الأحداث في اليمن بواسطة خبراء معتبرين. وأنا أعتقد أن تحذيرات هذه المجلة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن مسألة التوجه نحو تسوية يتم بين أطراف قوى الأمر الواقع أو ما تعرف قوى الأمر الواقع، فهذا يعني أن تسوية أنها تسوية ستكون خارج المرجعيات وخارج الالتزامات الدولية حتى تجاه اليمن وأمنه واستقراره ووحدته. أي صفقة تتم بين قوى الأمر الواقع هذا يعني أنها ستراعي بشكل دقيق وأساسي أولويات هذه الأطراف، وهي أولويات مرتهنة أصلا لأجندة خارجية ومرتهنة أيضا لمشاريع سياسية ماضوية. لكن يعني هناك من يقرأ أن هذه ربما يعني قد تكون يعني تصريحات وجادة فيما يتعلق بالتسوية التي أشرت لها النقطة، أنها تسوية ربما جادة في إنهاء الحرب لكن الصراع ربما يؤجل والسلام أيضا. بالتأكيد أنا عندما أقول التسوية بين الأطراف ستراعي مصالح هذه الأطراف لكنها لا تراعي الثوابت التي تقوم عليها العملية السياسية، ومن ضمنها وحدة اليمن ونظامه ومسألة استعادة الدولة كهدف وهو هدف ملتزم به المجتمع الدولي ولا يزال ظاهريا ملتزما به. الذهاب نحو تسوية من هذا النوع هذا يعني تقويض الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، والذهاب نحو النتائج التي أفضلت لها الحرب، وهي نحن نعرف أن المعركة والحرب صممت بشكل قدر جدا لكي تنتهي إلى هذه النتائج السيئة التي تتعارض أصلا مع مصالح الدولة اليمنية ومع ثوابت الدولة اليمنية ومع مصالح الشعب اليمني ومع أولوية الشعب اليمني. ولهذا تحذيرات المجلة في محلها وتأتي في سياق يعني وضع يذهب نحو الغموض بشكل أساسي، خصوصا في ضوء التصريحات الصادرة عن الحوثيين التي تقول أن المفاوضات مع المملكة العربية السعودية توقفت تقريبا عند مسألة الرواتب وهي قضية لم يتم البت فيها، وتهديدات في يعني التصعيد. وهذه المسألة قد تبدو ظاهريا أنها يعني لا تشي بأن التسوية فعلا تتم بين أطراف وقوى الأمر الواقع في ضوء تصعيد من جانب الحوثيين باتجاه المملكة العربية السعودية. نعم دكتور، لكن يبدو أن الفضاء اليمني مفتوح لهذا النوع من التضاربات وهذا النوع من العبث الذي
في الواقع يتأسس على أرضية سياسية فارغة، ويعني دور سيادي يكاد يكون منعدم بعد أن تم مصادرة السلطة الشرعية. نعم دكتور عبد الوهاب، إذا ما تحدثنا عن التسوية التي أشار لها سيد ياسين وأيضا أشرت لها، هل ستكون على حساب إنهاء الحرب وتأجيل ملف السلام والصراع اليمني؟ من المؤكد أي حلول لا تراعي المرجعيات ولا ما خرجت به مؤتمر الحوار الوطني فإنها مجرد فترة، حتى لو افترضنا أنه وقع سلام، وأنا قناعتي أن الحوثيين لا يوجد لديهم أي نية للسلام، فستكون فقط فترة للاستعداد لجولات جديدة من الحرب، ولن يؤسس السلام في اليمن. السلام في اليمن يتطلب حل لجذر المشكلة التي قامت على أساسها هذه الحرب. هذه الحرب قامت نتيجة الانقلاب الميليشيات الحوثية على الدولة وعلى الرئيس المنتخب وعلى البلد، وأدخلتنا في حرب مع دول الجوار ومع الداخل والخارج. وبالتالي لا أظن أن أي حلول لا ترجع لحل جذر المشكلة، مجرد فترات من الهدوء سيعقبها فترات من القتال المسلح العنيف الذي لا يمكن أن نضمن أنه سيبقى داخل اليمن. ومن المؤكد أنه سينتشر شظى ونيران هذه الحروب حتى يعني تتأثر منها دول الجوار بالكامل. ولذلك لأي كلام عن حلول دون الرجوع إلى مرجعيات الحل التي تحدث في كل دول الصراع، ومنها مثلا في اليمن لدينا قرارات دولية، لدينا مؤتمر حوار وطني، لدينا اتفاقات في الرياض عديدة، ولا يمكن أن ننسى أن القوى السياسية التي لا تمتلك البندقية لها رأي في هذا الموضوع، والشارع اليمني والمواطن اليمني ومنظمات المجتمع المدني. إذا رمينا بكل هؤلاء عرض الحياة واتجهنا لمن يملك البندقية ولمن يسيطر على أرض الواقع، فإننا سندخل في حروب لا أول لها من آخر. نعم سيد ياسين، إذا ما تحدثنا عن نقطة الشرعية وإضعافها، من يتحمل إضعاف دورها الآن في هذه المرحلة وفرض كيانات مسلحة كالانتقالي وقوات طارق صالح أيضا والحوثيين في هذه المناطق والهيمنة عليها؟ إضعاف الشرعية طبعا يمكن القول أن التحالف استغل التفويض الذي منح له من قبل سلطة ضعيفة مرتهنة أو طبقة سياسية انتهازية، لهذا يمكن القول أن التحالف يتحمل نصف المسؤولية، النصف الآخر تتحمله القيادة السياسية من هادي إلى رشاد العليمي، مرورا بالأحزاب السياسية والشخصيات اليمنية التي تعمل ضمن أو تحت مظلة السلطة الشرعية. هذه الأطراف تتحمل الجزء الثاني من المسؤولية عن ضعف السلطة الشرعية وافتقادها لجنون المبادرة وتهميشها، هذا التهميش المخزي في مرحلة حساسة وحاسمة من تاريخ البلاد. وهذه هذا النوع من الارتهان، هذا النوع من الاستسلام يوفر للآخرين قدرة كبيرة جدا. لكن في ظل هذه النقطة التي أشرت لها، ما موقف الشرعية من ظل هذا التهميش ومن محاولة الإلغاء وعدم ضمها للمفاوضات المرتقبة؟ لم يعد الشرعية موقف إلا ذلك الذي تصرفه للتحالف للقوى المهيمنة لأجل أن تبقى ولكي تبرر وجودها أصلا. يعني قدرتها على الاعتراض باتت معدومة، لكنها عندها قدرة على أن تمضي على قرارات جديدة، على إجراءات جديدة. هذا هو يعني الحديث عن أن الشرعية الآن لديها قدرة على فرملة الإجراءات السيئة التي تستهدف السيادة اليمنية، هذا أمر أنا في تقديري بعيد المنال، لأن السلطة الشرعية قدمت تنازل تلو التنازل ولا تزال تقدم تنازل، بالتالي من الصعب الاعتقاد بأنها يمكن أن تسهم في إعادة مبادرة لدورها ولنفوذها على الساحة اليمنية. ومع ذلك أنا أعتقد أن الفرصة لم تفت بعد، هذا الأمر يقتضي وجود شجاعة لدى القيادة السياسية إذا كانت تعتقد بأن اليمن يستحق منها أن تقف موقف شجاع وأن تضحي في سبيل هذا الموقف. الفرصة لم تفت، مع ذلك الأمر ضعيف لأننا نحصل على موقف وطني مشرف من السلطة التي نسميها شرعية. نعم دكتور عبد الوهاب، إذا ما تحدثنا عن تقييمك
المجتمع الدولي خاصة فيما يجري الآن في الملف اليمني، خاصة في مسألة التصنيف الأزمة؟ هل نحن يعني المشكلة الآن الأساسية في تصنيف الأزمة والتعامل معها، أم في سلوكيات المجتمع الدولي مع هذا الملف؟ لم أسمع سؤالك بالشكل الصحيح، لكن مما فهمته من سؤالك أن تقول المجتمع الدولي ودورها في 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 إرساء سلام في اليمن. هذا إذا كنت فهمت بشكل صحيح. يعني فأستاذ سالم، أنا أرى أنه المجتمع الدولي والقرارات الأممية وحتى مجلس الأمن لم يفترضوا بشكل كبير في حل المشكلة في الداخل اليمني حلا جذريا حقيقيا كما يحدث في مناطق الصراع في العالم. هي فقط لا يريدون خروج هذه الحرب في اليمن بشرارها أو بتأثيراتها على الملاحة الدولية أو على إمدادات النفط من منطقة الخليج العربي، ولذلك تجد أن هناك توافقا ما بين السعودية والدول الدائمة العضو في مجلس الأمن حول التوافق أو اتفاق مع إيران ومع الميليشيات الحوثية بعدم استهداف المملكة، لكن على المستوى الداخلي على الحرب الداخلية في اليمن ما زالت الميليشيات الحوثية تستعد لحرب كبيرة، وقد قامت باستهداف مناطق في مارب وفي شبوة وفي تعز وفي غيرها، مما يدل على أننا أمام مجتمع دولي مختل الموازين، أمام قرارات دولية تنظر الآن للحرب الأوكرانية الروسية وتأثيراتها أكثر مما تنظر للحرب اليمنية. والآن قد بدأت الحروب في السودان ولم تنتهي مشكلة ليبيا ولم تنتهي مشكلة سوريا، مما يدل على أن المجتمع الدولي سيكون عاجزا. وكان المتأمل من السعودية أن تدعم الجيش الوطني وأن توحد الميليشيات المختلفة والتشكيلات العسكرية المختلفة في يعني ضمن مجلس القيادة الرئاسي، وأن يكون الاتجاه نحو تحرير العاصمة صنعاء وعودة الدولة إلى العاصمة صنعاء، لكن بأي مشاريع أخرى لا تندرج ضمن الحلول التي قررتها مؤتمر الحوار الوطني أو قرارات الدولية فأنها حلول جزئية مجتزأة لن تصل باليمن إلى السلام. وبالتالي في المجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يعد الحرب في اليمن، اعتبرها أنها قد وصلت إلى ما يسمى بالحرب المنسية، أهم شيء أن لا تؤثر على الملاحة الدولية ولا على دول الجوار. نعم سيد ياسين، إذا ما تحدثنا عن أين تكمن المشكلة؟ هل في الحلول المقترحة الآن والمبادرات سواء كانت الخارجية والداخلية، أم في الأزمة اليمنية الداخلية المعقدة أصلا؟ يعني الأزمة الداخلية في اليمن تم تعقيدها بواسطة استثمار ضخم أنتج قوى الأمر الواقع التي حملت مشاريع تبدو متناقضة، لكن مسألة السيطرة على هذا النوع من التناقض وعلى هذه المشاريع المتضاربة على الساحة اليمنية ممكنة من قبل الأطراف نفسها التي استثمرت في خلق كل هذه الفوضى. هذا الأمر سيساهم إذا ما تم في المضي قدما نحو تحقيق تسوية، وهذه التسوية بطبيعة الحال التي ترعاها الأمم المتحدة هي تقتضي وجود طرفين، السلطة الشرعية من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى. جماعة الحوثي غير مستعدة لتقديم أي تنازل يمكن أن يخصم من مكاسبها السياسية والعسكرية، ولهذا التسوية السياسية تقتضي وجود سند حقيقي للسلطة الشرعية لكي تلجأ إلى خيار الضغط العسكري على جماعة الحوثي، وهذا هو المسار التقليدي لأي حسم في اليمن ولتأمين مرحلة طويلة الأمد من الاستقرار على الساحة اليمنية. بغير ذلك سيبقى الجميع يتذرعون بأن هناك الكثير من التعقيدات التي يصعب حلها بدون تقليد التنازلات. التنازلات التي تفضي إلى تمكين قوى الأمر الواقع لا تفضي إلى السلام مطلقا، ولن يعني يمكن أن توقف الحرب لفترة، لكنها لن تضمن السلام. الصراع سيندلع مجددا لأنها ببساطة ستهمش مصالح الغالبية العظمى من الشعب اليمني الذي يكفر بهذه التشكيلات المسلحة التي تحمل مشاريع سياسية ربطها الشعب اليمني ونبذها وثار عليها في السابق وسيثر عليها لاحقا. المسار التقليدي كما قلت لحل الأزمة في اليمن هو أن تكون هناك عملية سياسية فعالة تعقد لدعم المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يكون حاضر لدعم أي عملية ضغط عسكرية يمكنها أن تلين مواقف الأطراف بحيث تقبل بسلام. سلام لا يقبل الفشل، سلام لا يقبل الاجتزاء من مصالح الشعب اليمني، سلام يحفظ مصالح الجميع لكنه لا يسمح للميليشيات وأصحاب المشاريع الهدامة بأن يبنوا على هذا السلام مصالح سياسية وعسكرية، لأنها بالضرورة سوف تهدد
وجوديا الدولة اليمنية إن لم يكن الآن ففي المستقبل. نعم دكتور عبد الوهاب، إذا ما تحدثنا عن التفاوض وأهميته في هذه المرحلة، ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه وشكل التسوية التي يجب أن تخرج منها؟ أعتقد أن الشروط الهامة لأي سلام قادم هي أولا وحدة الأراضي اليمنية وسيادتها وعدم تجزئة اليمن، وأن يكون مرجعيات الحل للجميع هي الدولة الاتحادية الدولة الجمهورية على أساس المواطنة المتساوية، وتوزيع الثروة والسلطة بأي صورة من الصور، سواء بالحكم الفيدرالي بحكم واسع الصلاحيات للمحافظات، كل تلك يمكن أن يبنى عليها سلام بدون أن نرجع إلى هذه النقاط، أنه وجود تعددية سياسية، وجود حق الرأي والرأي الآخر، المواطنة المتساوية، وحدة وسلامة الأراضي اليمنية، سيادة اليمن على أراضي دولة جمهورية اتحادية فيدرالية، زادت عدد الأقاليم أو قلت عن ما خرجت من مطور الحوار الوطني، لكن في النهاية هو هذا طرق الحل، لأن التمايز الموجود في مناطقنا والتنوع والخصوصيات لا يعني يقولون يعني الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. أما إذا صار المشكلة أن هناك جماعة تنظر باستعراء لبقية اليمنيين، أو أن هناك جماعات وجهات تريد فصل جزائر من اليمن أو عادة تقسيم اليمن، فهذا مرفوض من كل الشعب اليمني، والشعب اليمني يريد مواطنة متساوية وتنمية واستقرار مبني على أسس حقيقية ليدوم السلام لفترات طويلة. أما حلول مكتسبة فإنها مجرد فقط فترات من الهدنة سيعقبها فترات صراع شديدة وشديدة التأثير، ولن يتوقف تأثيرها داخل اليمن بل سيمتد إلى خارج اليمن. نعم. أنا أذكر كلام الأستاذ ياسين حول أن النخب السياسية وبعض المستفيدين في أجهزة الدولة الشرعية قد أخلوا بالمعادلة، وكذلك السعودية تنظر للأمر من منظار ضيق، والمفترض أن يغلب مصلحة المواطن اليمني لا أن يغلب مصلحة القيادات التي في كثير منها قد رهنت مصالحها للمصالح الشخصية أو رهنت مصلحة اليمن لمصالح الشخصية، بالإضافة إلى مجموعة كهنوتية استولت على المال وعلى الثروة وعلى السلطة وتقضي على كل اليمنيين، وتريد استغلال هذا الوضع للقضاء على باقي المناطق والسيطرة على كامل الجغرافيا اليمنية. نعم سيد ياسين، إذن الواقع كما يقول أن هناك فصائل الآن لا تؤمن إلا بقوة السلاح، ولا تؤمن بالمواطنة ولا المشاركة المتساوية والانتقال السلمي للسلطة، إلى أين نتجه في هذه في هذه في هذا في هذه الأزمة؟ طبعا أسوأ ما أفرزته هذه الحرب أنها جردت المواطن والشعب اليمني اللي هو صاحب السيادة بالذي ينبغي أن تقارن به كل الحقوق، بمعنى أنه الأطراف التي تنزع إلى الحصول على مكاسب على حساب الشعب اليمني هي التي ينبغي أن تقول أنها تريد مساواة، تريد عدالة، تريد إنصاف، لكن هذه الحرب دفعت الشعب اليمني الذي بنى مكاسب عظيمة خلال العقود الماضية، جمهورية ونظام ديمقراطي، وإن كان بطبيعة الحال نظام هش، لكن في النهاية أن نأتي الآن بعد هذه الحرب نبحث عن عدالة وعن مواطنة متساوية من جماعات إجرامية طائفية دعمت من دول الإقليم لكي تفسد على الشعب اليمني أفضل عملية انتقال سياسي في تاريخه، فهذا واحد من النتائج الكارثية بالفعل لهذه الحرب والتي استهدفت ربيع اليمن واستهدفت ثورة التغيير واستهدفت حق الشعب اليمني في التغيير. ولهذا الدكتور عبد الوهاب عندما يقول يعني المواطن المتساوي هو محق، ولكن من المؤسف أننا نحن الشعب اليمني الذي امتلكنا سيادتنا اليوم نبحث عن مواطنة متساوية لأننا نرى جماعات طائفية تغولت وسيطرت على الدولة والإمكانيات وفرضت نمطا اجتماعيا جديدا، فنحن اليوم نريد الأمور أن تعود إلى مرحلة المساواة التي كنا قد حققناها في مرحلة ما بعد 1962. فلندرك فقط مدى الآثار الكارثية التي خلفتها هذه الحرب عندما انتقلت ذمة من مبادرة في إدارة هذه الحرب وتوجيهها إلى قوى إقليمية تكن حالة من العداء تجاه التغيير في اليمن وتجاه الدولة اليمنية ومصالحها في الحقيقة. نعم المحلل السياسي ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول للدكتور عبد الوهاب العوج أستاذ العلوم السياسية بجامعة تعز. وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، لكم التحية مني ومن معد الحلقة عبد الرقيب العبارة، وفي أمان الله.